يقول الله في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقول: والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، ويقول: والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. لولا عظمة الوقت لما أقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع سور عديدة، ومعروف أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من خلقه دل ذلك على أهميته وعظمته حتى يلفت الأنظار إلى ذلك الشيء. وهنا لابد لنا أن نتدبر في الأمر. ما هي أسباب ضياع الوقت؟ نظرا للوقت الذي مضى عليك، هل أنت راض عن نفسك؟ هل تتمنى عودة السنوات لاستغلال فرصة ما؟ لو خيرت بين عودة السنوات وبين استغلال ما تبقى، أيهما ستختار؟ كيف تقضي ليلتك بعد يوم قضيته لاهيا؟ من وجهة نظرك، ما هي كيفية إدارة الوقت بفعالية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فلنبدأ. الوقت من أهم الأشياء الثمينة الموجودة في حياتك، وشرط أساسي من شروط نجاحك وتقدمك. لهذا فإن أي دقيقة ثمينة تضيع منك تؤثر بشكل سلبي على حاضرك ومستقبلك. تخيل معي وأنت تحمل الآن شهادة علمية ذات شأن رفيع، لو أنك أهدرت وقتك أثناء دراستك، هل كنت ستصل إلى ما وصلت إليه الآن؟ الإجابة لا، لأن جهدك الذي بذلته ووقتك الذي نظمته وبرنامجك الذي وضعته خلال سنوات الدراسة لم يضيعوا سدى، وكانوا المبتدأ والمنتهى في ترتيبك بين أقرانك. واعلم أيضا أنك إن لم تخلق حربا ودية بينك وبين الوقت في رحلة بحثك عن عمل تجد في نفسك وتعزز من خلاله قدراتك، ستظل خاسر مدى الحياة. فمضي الوقت بشكل سلبي سيفقدك الشغف ويقلل من فرص نجاحك في حياة لا ترأف بمن يضيعون وقتهم. وحربك ليست سهلة، فأنت أمام خصم عنيد وهو الوقت. كما قال تولستوي: الوقت من أقوى المحاربين. فكم من تواكل دراسي أدى للفشل، وكم من سعي جاد رأى النور وحصد ثمارا شهية، وكم من دقيقة مرت دون فائدة تذكر لأنها لم تستثمر بالشكل الصحيح، وكم من عمر مضى باهتا لأنه لم يصغي لأذن عقارب الساعة. يقول توماس أديسون: الوقت هو في الواقع رأس المال لأي إنسان، والشيء الوحيد الذي لا يستطيع أن يخسره. أليس عمر الإنسان وقت؟ ولهذا يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان عن عمره فيما أفناه. حدد الله سبحانه وتعالى الوقت للإنسان يجعله تلك الفترة التي يعيشها في هذا العالم، وهي الفترة التي يجب على الإنسان أن يستغلها للقيام بجميع الأعمال الصالحة، وبالتالي تحقيق الغاية والمقصد من خلقه، ألا وهي عمارة الأرض. إذن إن كل يوم يمضي على الإنسان ينقص من عمره، وعند موت الإنسان ينتهي وقته، وبالتالي لن يتسنى له استغلال أي شيء يعود عليه بالمنفعة. ويسأل عن عمره فيما أفناه، أي ماذا عملت منذ بلغت؟ هل أديت ما فرض عليك؟ هل اجتنبت ما حرم عليك؟ فإذا كان قد فعل ذلك نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك. سؤال لو تمعنا بإجابته لوجدناه منهج حياة، لأنه يعبد لنا درب لم نقطعه بعد.
وتحفزنا على استغلال كل لحظة ثمينة من أوقاتنا التي لا ننظر إليها بعين الحريصين الغيورين الساعين للنجاة في الكثير من الأحيان. سأسلط الضوء على مسائل لا تحتمل التأخير، فلربما تمكننا من تفاديها قبل فوات الأوان. والداك اللذان لا غنى لك عنهما، لا تؤجل وقتا حين يطلبانك، ولا تترك الحياة بأعبائها تبعدك عنهم، فلحظة الفراق مؤلمة والوقت لا يلتفت للخلف ولا يرجع. زوجتك التي هي سكنى لك، هل تمنحها الوقت الذي تحتاج أو حين تحتاج؟ لأنها من سيمنحك الوقت والحنية والتفهم حين يغلق العالم أبوابه عليك، أو حين تضيق بك كل السبل. أطفالك الصغار الذين يرونك ملهم لهم، هل تمنحهم وقت اللعب ووقت للتربية ووقت التعليم والتهذيب والتدريب حتى يواجهوا هذه الدنيا خارج جدران المنزل؟ فحين تدور عجلة الأيام ويتقدم بك العمر، ستجد الوقت الذي منحته لأولادك في حصالة أعمالك، لأنهم سيمنحوك وقتهم في كبرك. مستقبلك الذي كلما أطعمته من وقتك شبع أكثر، لا تتركه جائعا بإضاعتك للوقت. الفوضى الذهنية والحسية التي يخلفها استهتارك بالوقت على مختلف الأصعدة ترهق صحتك، وأنت مؤتمن على جسدك. وأهم ما جاء في كتاب إدارة الوقت لجيمس ماكي سنة 1958 هو مقولته: إن كنت تشعر بنقص الوقت أثناء عملك، فهذا مؤشر بأن مهارتك الإدارية تتجه نحو العدم. وفيه أعطى مفهوما جديدا لإدارة الوقت، وقالها ليوناردو دافنشي: الزمن الذي نلهو به يلهو بنا. لكل شيء صدقة، فما هي صدقة الوقت حتى يبارك الله فيه؟ قد يدور في ذهنك سؤال: هل للوقت صدقة؟ وكيف يمكننا التصدق به؟ بالتأكيد للوقت صدقة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل التصدق ليس مقتصر على من يملكون المال، بل يمكن لمن يملكون الوقت. والوقت ملك لكل من يحيا في هذه الدنيا، عالما أو جاهلا أو غنيا أو فقيرا. فأنت حين تنظم وقتك بشكل جيد وتؤدي واجباتك وأعمالك في الوقت المطلوب، يكون لديك وقت فراغ كنت قد خصصته للراحة والتسلية أو مشاهدة التلفاز، لكنك حين تستغل أوقات فراغك في مساعدة الناس أو صديق أو إنسان مقرب أو غير مقرب أو بناء الحي في أمور تعود بالنفع على غيرك، فإنك تكون قد تصدقت بوقتك الذي كان مخصص لراحتك. وهذا النوع من التصدق يمنحك راحة أكثر ويكسبك طاقة إيجابية تجعلك تتلذذ بما قدمته، وتشعر مع مرور الوقت بأن الله بارك لك في وقتك الذي خصصته للجانب الإنساني. وتذكر أن العلم هو صدقة الوقت ووصفته السحرية. ستجد وقتك محفوظ مبارك وفير ومنتج إذا ما تعلمت. يا لها من هبة عظيمة تتصدق بوقتك حتى يبارك الله فيه بعلم تنتفع أنت ومن حولك فيه. لكن حين لا تعرف أهمية الوقت، فهذا يؤدي إلى زوال بركته، لأن الإنسان إذا عرف قيمة شيء حافظ عليه. ومن مفارقات سلوكيات الوقت أنه يمر ببطء على البعض فيما يمر سريع على الآخرين، طبعا بحسب الحالة النفسية للفرد. فقد وجدت دراستان قام بهما هورنيك عام 1984 وديفيس وزميله فولمان عام 1990 أن هناك علاقة عكسية قوية بين طول مدة الانتظار ورضا العملاء عن الخدمة التي ينتظرونها، فكلما طالت المدة قل مستوى رضاهم بشدة. وهذه النتائج تجعلنا نتصور أن للوقت تأثير على نفسية الإنسان وسلوكياته، وهو ما يحتم التوسع في دراساته في عالمنا العربي. لسبب بسيط، هو أننا من أطلقنا المقولة الخالدة: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك.
الوقت روح الحياة، وهو كالماء، إن لم تشربه ابتلعك وأغرقك وأتلف حياتك، وهو أكثر ما تحتاج وأسوأ ما تستخدم. يقول الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ويقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن أهمية إدارة الوقت: الوقت كالنهر الجاري، لا تستطيع أن تضع قدمك على نفس الماء مرتين. ودمتم بخير.